السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل النهاردة صينية بطاطس باللحمة العجالي، لحمة البفتيك، شرايح البفتيك العجالي، حلوة قوي. وهنعملها كلها مع بعضها كده في الفرن، سهلة وسريعة ان شاء الله. احنا عايزين بطاطس متقطعة مكعبات، بطاطس متقطعة مكعبات، عندي هنا فلفل أحمر أو شطة حمراء، عندي شطة خضراء، عندي ثوم، وعندي هنا ورق لورا، عندي بصل، بصل مفروم، وعندي هنا فلفل أحمر مشوي. فلفل أحمر مشوي أنا هفرمه دلوقتي مع الثوم، ده فلفل أحمر مشوي. وعندي طماطم متقطعه برضو، متقطعه كده هتتحط زي ما هي كده، وملح وفلفل وزيت زيتون. اول حاجه هعملها هاخد اللحمه بتاعتي، حاطه انا الطاسه على النار، هديها صدمه اشوحها كده تشويحه بسيطه بس، ونبدا نكون الصينيه على بال اللحمه ما تتشوح. هتاخد بس تشويحه وناخدها من على النار مع الصينيه بتاعتي. الثوم بتاعنا علشان نفرمه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل معاه الفلفل المشوي الاحمر، الفلفل ده بيدي طعم خطير قوي 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 للاكل. نبدا نكون بقى الطبق، ادي البطاطس، الفلفل الاحمر، الشطه الخضراء، ورق اللورا، معجون الثوم والفلفل الاحمر، واللحمه على النار، على نار عاليه علشان ما تنزلش ميه، احنا عايزينها نخليها تحتفظ بالعصاره بتاعتها كده اهو. البصل، الملح والفلفل، هنزل باللحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بالطماطم، وهحط زيت الزيتون، معلقتين كبار زيت زيتون، وهقلب كل ده. وانا هعمل الصينية بتاعتي في نفس القالب البايركس ده وهدخله الفرن، هقلب كل ده كده مع بعضه، ومش هحط لها مية. كانت جدتي الله يرحمها تقول لي الصينية او النوعية دي من الصواني هتغطيها وتدخليها كده، هي هتجيب ميتها يبقى طعمها اجمل وريحتها اجمل من غير ما تزودي لها الميه. هنقلبها كويس، ندخل كله مع بعض كده. ادي بعد ما كلها حطيناها على بعضها ادي شكلها، هبدا ان انا اغطيها بورقه زبده او بورق فويل وادخلها الفرن لمده ساعه، من ساعه لساعه ونص، هي هتنزل ميتها، وفي اخر ربع ساعة هشيل من عليها الغطا. نعمل برام الرز، يعني دي ممكن يبقى المرة الستة او السابعة او اكتر من كده نعمل برام الرز. انا جاي رسائل على الخاص، البنات الصغننة قالوا لي عايزين نشوف البرام من جوه، على اساس يشوف البرام ياخد قد ايه اذا كان غويط او اذا كان مش غويط. هوريكم ده واحد غويط، وهوريكم التاني اللي هو اللي مش غويط. ده زي ما اتفقنا السيف بتاعه عالي فهنقول عليه غويط، ده زي ما احنا شايفين السيف بتاعه كنز او يعني بسيط، فمش هنقول عليه غويط، مش عالي زي ما احنا شايفين. ده عندي غويط بس صغير، ده عندي
غويط بس صغير. احنا هنعمل في اللي هو الاكبر حجما ده، هحط فيه 3 كوبايات رز. ده انا هحط فيه 3 كوبايات رز. طبعا انا ممكن اعمل هنا رز، بس انا هحط هنا ايه، نص كوبايه علشان يعلى ويختم معايا الختام اللي انا عاوزاه. طبعا مش ده، انا ما برجحش انه يتعمل فيه رز، ده ممكن تعمل فيه نوع طبخه اي حاجه، لكن ما تعملش فيه طبعا الرز. ده يتعمل فيه الرز هياخد كوبايه رز كامله علشان ده برام صغير. حطيت فيه 3 كوبايات رز وغسلتهم. هنيجي بقى نظبط البرام بتاعي. هنحط معلقتين الملح، معلقتين صغيرين ملح اهو، وهحط كوبايه ميه وهقلب. هكمل باللبن، اللبن طالع من التلاجة زي كل مرة اهو، لا سخنته ولا عملته، طالع من التلاجة اهو زي كل مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا وانا بصور حلقات رمضان ان شاء الله الاسبوع ده هكون ظبطت لكم الكاميرا، لان معلش استحملوني، عارفه ان انا لازم اصور تبقى الكاميرا تجيب الحاجه من فوق، فمعلش يعني معذره. بظبط لكم ان شاء الله كل حاجه. حطينا كوبايه ميه، وهحط معاها عليها كوبايه ونص لبن، طبعا احنا بنعرفها كده بالويم يعني. وهظبط البرام بتاعي. هاجي بقى هنا ازود القشطه بتاعتي. اتفقنا لو عندي وش لبن اوكي، ولو عندي قشطه معلبه اللي انا بشتريها ما عنديش مشكله، سواء ده سواء ده. كانت جدتي الله يرحمها لما علمتني الطبيخ قالت لي لما تعايري البرام وتحطي المعلقه وتقف كده يبقى البرام عيارها مظبوط. اه والله انا ماشيه على المنهج بتاعها الحقيقه. هنجيب معلقه تانيه ناشفه، وهاخد من وش اللبن، عندي هنا وش لبن اهو قشطه، احط كده اخدها كلها. هحط السمنة بتاعتي او الزبدة وهدخله الفرن لمدة ساعة، هي الساعة واحدة بس عليه بيختم ويبقى زي الفل. دي معلقة كبيرة بقيمة معلقتين، لان هي طالعة من التلاجة برضو، زبدة بقري، دي الزبدة الصفراء البقري، هحطها كده اهي. وهدخل بالبرام بتاعي على الفرن على طول. انا مش عايزه اقول لكم ريحه البطاطس عامله ازاي، لازم تجربوا انتوا بنفسكم. نكمل الوجبه بتاعتنا الحلوه ومريحه جنان. هنعمل دلوقتي شوربه حلوه قوي قوي قوي. شوربه دي عباره عن كوبايه شعريه او اي مكرونه عندك، مثلا عصفور او مكرونه من العاديه صغيره، العقل الصغيره اوكي، معلقه صلصه، كوبايه حمص مسلوق، بصلايه صغيره مبشوره، ورق لورا. عندي بقى هنا اضافه حلوه قوي قوي قوي، اللي هي معلقتين صغيرين نعناع مجفف، معلقتين صغيرين او نعناع ناشف، وفلفل اسود وملح، واللي عايز يزود شطه حاميه يزود. الشعريه ديت انا حمصتها في الفرن
ما حطيتش فيها لا زيت ولا سمنه، انا حطيتها في صينيه ودخلتها الفرن اتحمصت وبقى لونها زي ما احنا بنحمرها في الزيت او في السمنه زي ما انتم شايفين كده، مفيش مشاكل. اوكي اللي عايز يحمرها بزيت بسمنه مفيش مشاكل، بس انا اكتفيت ان انا احمرها كده لان انا هشوح البصله بمعلقه زبده او سمنه، فقلت احمص ديت في الفرن علشان نقلل الدهون شويه. يبقى تاني مع كوبايه شعريه او اي نوع مكرونه عندك، كوبايه حمص مسلوق، معلقه صلصه بصلايه صغيره مبشوره او متقطعه، عندي هنا اضافه حلوه قوي حاجه جديده، معلقتين نعناع ناشف او نعناع مجفف، وعندي ملح وفلفل اسود. يلا نروح على النار نشوف نعمل ايه. حطيت معلقه الزبده او السمنه على النار زي ما احنا شايفين، هنزل عليها بالبصل وورق اللوز وهشوح يدوب، هاخدها تشويحه صغيره، انا مش عايزه احمر البصله او اغير لونها. اول ما بدات تطلع ريحتها هنزل بمعلقه صلصه وهقلب البصله مع الصلصه مع ورق اللورا، هنزل بالنعناع والملح والفلفل وهقلب كويس قوي، هنزل هنا بالحمص بسم الله الرحمن الرحيم، وهأجل الشعريه شويه ريحتها حلوه جدا جدا جدا. انزل بقى بالشعريه اهي بسم الله، هقلب معاها كويس قوي وهضيف كوبايتين او من كوبايتين لثلاثه ميه بسم الله الرحمن الرحيم، ادي كوبايه وهضيف كمان كوبايه وهخلي الثالثه في الاخر شويه. جربوه علشان يعني مش هتندموا، ادي الشوربه اجمل شوربه اهي، وادي صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين جمالها وريحتها خطيره وطعمها اخطر اهي اهي. وادي برام الرز، وادي تاني الشوربة اللي انا نفسي تجربوها وتشوفوا جمالها ان شاء الله بألف هنا وشفا. سلام عليكم.